بسم الله. بيم ان نيوزلاند ابندكس سي ليفل اوف ديفلوبمنت. هو هنا بيبدا يتكلم على ليفل اوف ديفلوبمنت، وهو ان انا ما بعملش كل تفاصيل المشروع بعد كده ابعتها ففاجئ بان في تعديل جوهري في عيد الشغل. يعني ممكن مثلا واحد طالب مني مثلا برج، فلو قعدت ارسم كل التفاصيل وبعتها، ولا ده شكل البرج مش عاجبني اصلا انا عايزه بشكل اخر، عايزه تقسم برجين في عيد الشغل، فانا ممكن اعمل حاجه اساسيه وابعتها له خدت موافقه، خلاص يبقى ندخل في المرحله اللي بعديها، في حاجه تانية خدت موافقه اخش في المرحله اللي بعديها وهكذا. فبيبقى عندي جدول فيه كل العناصر مترتبه، وبعد كده بقول له مثلا ال ال او دي بتاعت العمود تبقى في كل مرحله كام. يعني بيبقى عندي مثلا مرحله الديزاين، مرحله الكونستراكشن، مثلا مرحله الاوبريشن، في كل واحد فيهم هنكتب فيها التفصيل حسب كم مرة هنسلم الموديل، ممكن يكون أكتر من كده. وبتبدأ بقى تقول له في المرحلة دي أنا هديك كله، دي 100، دي 200، دي 300، دي مش هعملها. وعندي حاجة موديل element assuring، مسؤولية مين العنصر دوت، يعني حصل فيه مشكلة واكتشفت إن العنصر ده ناقص في بعض الحاجات لشركة كذا أو شخص كذا، أو مين المسؤول عنها بالظبط. وبيبقى متحدد في كل تسليمة إيه درجة التفصيل اللي إحنا هنسلمها، تمام. فجدول الإكسل ده مهم جدا، بحيث ان انا بعرف ايه اللي انا متوقعه في الحاجه دي. يعني ممكن مثلا عنصر التسليح مش داخل معانا، فهقول لا مش هنعمل تسليح. وعندي ال دي 100 200 300 400 و500 و600. ليفل اوف ديتيل، بنبدا نحط ديتيل. الليفل اوف ديفلوبمنت بيشمل ال او دي وبيشمل الليفل اوف انفورميشن، وعندنا ليفل اوف اكيورسي وعندنا ليفل اوف كوردينيشن. بنبدا نشوف الكلاشات، ونكمل رايي ان المفروض كل مرحله يكون ما فيهاش كراشة خالص، تمام. نبدأ نشوف المشاكل ونحلها في كل مرحلة، لأن يعني لو سبناها هتكتر. وهنا بقى بيقول لي مثلا على سبيل المثال مثلا ال دي 100 ده العنصر، مجرد بس في عنصر هنا بس ما بقولوش الطول والعرض والارتفاع. ال دي 200 بنبدأ ندخل السايز، بندخل الشكل، بندخل اللوكيشن، بندخل هيبقى لافف مثلا، في بعض المعلومات بندخلها. الليلو دي 300 بيبقى في مرحلة الديزاين، فبنبدأ ندخل معلومات أكثر وإضافية. 350 بيدخل في موضوع الفابريكيشن. الليلو دي 400 شوب دروينج، فلازم يبقى موجود فيه الفابريكيشن والأسمبلي والإنستليشن، كل المعلومات دي لازم تكون موجودة. الليلو دي 500 ده الأسبلت، فبنطابق الشغل بالحاجة اللي موجودة. في يقول له دي 600 اللي هو وأنا بعمل إدارة للمبنى بيبقى في بعض التعديلات، فلازم أطور الموديل بتاعي بحيث يبقى متوافق مع آخر التعديلات.